اليوم احنا جينا نصوروا انت من المتساكنين اللي مالكين على البحر لهنا، فما قرارات هدم يعني جات بلديه حمام سوسه ونفذت قرارات الهدم في متساكنين ومتساكنين لا، حبينا نفهموا شنية يعني اطوار المشكله هذه والقضيه هذه. اول حاجه لازم نقول لك اللي اكثريه المتساكنين هنا بانين برخص رسميه معطاه من البلديه وملبيته وما سلط، ولهذا ما يهمش معناها انسان هدوله وانسان ما هدولوش، مش هذا المهم. المهم اللي مش احنا الغلطه، مش غلطتنا الغلطه، مش غلطه المواطنين اذا كان البحر قدم. المصيبه هذه اللي صارت، الكارثه اللي صارت هنا في على شط القنطاوي، السبب فيها هو الحواجز اللي عملوها قدام اوتيل حنا بعال الأولى، والثانية قدام أوتيل لازدريبال، والثالثة قدام أوتيل كازينو، وكل حاجز يتسبب لنا في كارثة ثانية وثالثة ورابعة. ولهذا مش معقول باش معناها ياخذوا من المواطنين، يعريوا المواطنين من أرزاقهم باش تمتع الوتلة باش تعمل شط لها وعلى حساب المواطنين. حاجة أخرى نقولها، اللي الحاجز اللي تعمل قدام اوتيل هزريبال دفع الاوتيل 75 مليون، دفع مواطن 75 مليون، والباقي تكلفت به البلديه باش شيدوا الحاجز هذايا باش يعطيه الشط للنزل المعني بالامر هزريبال. هذا مش معقول باش في عود البلديه والدوله تحمي المواطن، المواطن قاعد تنتزع منه أرزاقه بدون تعويض وبدون إعلام باش يتمتعوا باش يعطيوا للوتلة ويزيدوهم على اللي عندهم. أنا وخرت أربع مرات، المرة الأولى وخرنا كان حيط مبني حجر برخصته قانونية من عام 77، مع العلم أن السيد المسؤول في البلدية يقول لي هذه رخصتك قديمة ما عادش تصلح، مش معقول باش رخصة معترف بها من السلطات تولي ما عادش تصلح وتيتر فونسي ما عادش يصلح بدون اعلام، بدون معناها انتزاع رسمي، بدون تعويض. مش معقول قرار الهدم بعثوا لنا اعلام، لكن انا قمت باعتراض للولايه والوالي ما جاوبنيش، من المفروض يجاوبني الوالي على هالاعتراض هذايا بالرفض ولا بالقبول يجاوبني، لكن هما ما اهتموش بالاعتراض هذا وجاءوا هدوا بدون اعلام وانا مانيش حاضر. المشكله ماهوش البحر، ماهوش كارثه طبيعيه، لو كانت كارثه طبيعيه والله معقول الله غالب نسلموا في ارزاقنا المصلحه العامه، لكن هنا ماهيش مصلحه عامه، هنا جات المصلحه للنزل، مصلحه النزل، مش ماهيش كان جات مصلحة عامة نسلم والله غالب البحر قدم كارثة معقولة، أمور معقولة، وما فماش حتى مواطن باش يعارض ولا يقول لا، علاش تفكوا لي متاعي، تفكوا لي رزقي. وقت الرئيس السابق بن علي كان مشروع وفلوسه مرصودة حسب ما سمعت 22 مليار، كان باش يعمل حاجز ماهوش يعني الداخل في الماء الغارق وباراليل للشط، مش معناها بيربونديكولير للشط، وهذاك يعني الحل الصحيح باش الموجه تتكسر داخل في البحر ويبقى الشط على حالته الطبيعيه وكيف ما كان. لكن هالمشروع هذايا بعد الثورة ما صارش منه، والوقت الحاضر يقول رئيس البلدية اللي عنده 5 مليارات وباش يعملوا شيء من هالمشروع هذا ينجزوا بعض منه، ولكن الوقت الحاضر ما رينا شيء، وحتى للأسبوع هذا يجي التراكس ويهد
يهدل الناس في حيوتهم ويهدلهم في أرزاقهم. وقت اللي خدينا رخص البناء الحاجز كلوتور نحاول الطريف الصغيرة هذه، من بعد في دي بي ام تاع 95 نحاولي 470 متر و 511 متر، معناها اذا كان نحيو هالكرياج هذايا اللي باش تولي هنا وكر فساد، معناها حاجه تاسف تاسف، مش معقول باش الانسان قدام داره يسمح باش تصير الحاجات هذيا وهو يغزر وما عنده ما يعمل. ولهذا احنا الوقت الحاضر الكرياج هذاك يبقى على بلاصته حتى نشوفوا الحل المعقول اللي باش تقوم به البلديه وتقوم به لابال. انا النداء نتاعي هو معناها يقوموا بالمشروع اللي كان قبل الثوره ويعملوا الحاجز هذايا باش يمنعوا اراضي الناس ويمنعوا ارزاق الناس، وهاك الناس اللي من الحماميه اللي كانت عندهم معناها ولج ويستقاتوا منها ويزرعوا فيها ويامنوا شيء من حياتهم اليومية يرجعوا لهم أرزاقهم، لأنهم صبحة الأولج هذه بكله في البحر بجنب القنطاوي وبجنب أزريبال وبعد أزريبال. هذا المشروع يلزم يصير في أقرب وقت، وإذا كان ثم مشروع سري للبلدية باش تاخذ أكثر ما يمكن من أرزاق الناس باش تقوم مشروع على الشط يعني، وباش يعملوا بناءات خفيفة ريستورانات وكافيتيريات وكذا ويكريهوا باش يدخلوا الفلوس، هذا مش معقول باش يصير هذا على حساب نحن على حساب المواطنين اللي عندهم أملاكهم هنا على الشط. مش معقول، هذا مش معقول. أنا نشوف يخليونا ما عادش يمسولنا أملاكنا ويقوموا بالشيء اللي باش ينفع المواطنين، هو الحاجز اللي باش يصير داخل البحر كما كان وقت بن علي، وكما وتكون دراسه معقوله ودراسه فنيه ودراسه علميه باش ما تعاودش الكارثه مره ثانيه.